مرحبا مشاهدي الكرام، السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في كل يوم كنحييكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم غادي نصاوب السمنات معمرين بالخضيرة والكروبات، ندير بسلوها الكرك اللي فيها، غادي نخزو الحكوك، ندير قرعة محكوكة، والكروبات، وبيض، صغر. العطريه حتى كيكون هاد الخضره عندي ديال العطريه ندير شويه التحميره البزار كيجي هي الصوص ذلك غادي نزيد الخيزو وغادي نزيد الكرا العطريه حتى الاخر هاد نديروها ندير الملح غادي نزيد القرع وبعد نزيد الكروفات غادي نزيد كيف ديرو الحميرة وغادي نزيد فيه ديال الزبار في الاخر غادي ندير القصبة ونطفي عليها بارك عليها لان ما غادي تكمل الطياب في المسمن اللي نديرو في الفران ندير لها الزبدة خاصنا ندير لها الزبدة باش تجي مورقة الزبدة أنا هاد دايرة الزبدة حيوانية كنطويو ندير شوية الزبدات دابا ملي طلقت المسمنه غادي ندير فيها واحد الكيري واحد الكاريه ديال الكيري
ايوا وغادي ندير في هذا العود بلاتي هذاك الكروفيت اللي طيبته الخضره. هاد مسمن تنجبد هاد الجهة عاود هكدا كنعاود بوحدة أخرى وهكا كنستمر حتى كنساليو كاع المسمنات اللي عندنا. من بعد اللي صابت هاد المسمنات هاني درت لهم هاد الحار هكا من الفوق شويه دابا غادي ندخلهم يطيبوا على درجه الحراره ديال الفران 180 نشعل من تحت من الفوق الفران ديال الضو. هما المسمنات وجان رائعين كروسيه زوينين وكيجيو بنين بزاف بداك هذيك الكريفات وديك الخضيره وهذا كتشحر مزيان كيجيو زوينين بزاف. ان شاء الله تجربوهم نتوما بخير على خير بالصحه والهنا كيبانوش عاد كيما راهم سبحان الله ما كيبانش كيما كيكونوا راهم زوينين بزاف. راجع زوين كروسيون ان شاء الله تجربوهم نتوما بخير وعلى خير بالصحه والهنا وما تمنيتو ان شاء الله يا رب العالمين.